بشكر عطوفة محافظة الكرم ومدير التربية والتعليم الست سلام الطاهر والست أسماء العزونة وكمان الراعي الماس حبيبات الماس لصاحبها ماهر النوري. هذا المعرض اسمه معرض حنين، جسد الحياة الفلسطينية البسيطة، جسد المعاناة اللي مر فيها الشعب الفلسطيني بأسلوب مختلف عن الفنان المشترك معي اللي هو عارف ثواب أستاذ الفن ومشرف التربية الفنية. طبعا جاء ضمن لوحات يعبر فيها عن نماذج ومحطات عاش الشعب الفلسطيني من حياة بسيطة من ربيع، جسدت الواقع طبعا بألوان فيها صراعات بين الألوان الحارة والباردة زائد المساحات والأشكال. كلمة حنين بمعناها الشامل تعني الحنين والاشتياق لكل ما هو جميل، لكل ما هو قديم وجيد وبسيط، والحياة الفلسطينية تحديدا أو الفلسطيني يشعر بهذا الحنين بشكل دائم، الحنين إلى أرضه، الحنين إلى بيارته، الحنين إلى السهول التي كان يزرعها ويفلحها، الحنين إلى بيته، الحنين إلى أيام البساطة والهدوء وأيام الشباب. في كثير يعني المعنى حنين هو كلمة كبيرة، وبالتالي إذا جينا يعني طبقناها على الحالة الفلسطينية بتكون مطابقة تماما. أولا هذول هو رسومات خاصة لهم، ولكن إحنا استرجاع للماضي واسترجاع للقضية الفلسطينية وتثبيت الرواية الفلسطينية، وهذا نضال مهم جدا جنبا إلى جنب مع كافة نضالات شعبنا الفلسطيني، وخاصة في هذه المرحلة ونحن نخوض أعتى معركة مع هذا المحتل الإسرائيلي في معتقلاتنا. هؤلاء الأبطال الأسرى الذين يخوضون هذه المعركة الشرسة لتحقيق مطالبهم إن شاء الله، وأن يتحقق النصر وأن يكون هناك نصر أعظم بالإفراج الشامل عن جميع معتقلينا. نحن في هذه اللحظات في هذا المعرض إبداعات هذه البلد، إبداعاتها بالرؤى القديمة، بمحاكاة الماضي، بمحاكاة الحاضر، باجتراح المستقبل. نشكرهم جدا ونشد على أيديهم وإن شاء الله أن يتعزز أكثر هذا النشاط.